أكد نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني دعيج العتيبي، أكد أهمية التعاون الدولي بشأن الطقس والمناخ لمواجهة آثار التغير المناخي ودعم عملية صنع القرار. نعم، وأضاف العتيبي في تصريح لتلفزيون الكويت بمناسبة احتفال الأرصاد الجوية باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يحل في 23 من مارس من كل عام، بهدف تذكير العالم بتحويل العلم إلى خدمات للمجتمع والأجيال الحالية والمقبلة. مما لا شك فيه بأن علم الأرصاد الجوية من أهم العلوم التي تلعب دورا كبيرا في حياتنا اليومية، كالتنبؤ بالطقس في مجالات عدة كالطيران والزراعة وحتى في تداول السلع. لذا تحتفل دولة الكويت مع دول العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية لتعزيز المشاركة بينها وبين المجتمع الدولي، حيث تمتلك الكويت المعدات الحديثة لأجهزة الرصد الجوية. كافة المعلومات اللي نستطيع رصدها من خلال الأجهزة المتوفرة حاليا لدينا في الإدارة العامة للطيران المدني، ونسعى مستقبلا لتحديثها هذه الأجهزة لتكون أجهزة أيضا حديثة وتقدم خدمات أكثر ومعلومات أكثر دقة. وإحنا في دولة الكويت نسعى دائما للمحافظة على اسم دولة الكويت ومستواها، سواء من الناحية السلامة أو من النواحي الفنية، ونتعاون أيضا مع الدول الشقيقة ودول الجوار والدول الصديقة في تبادل المعلومات بشكل مستمر. دور حيوي تقوم به الأرصاد الجوية، فلها تعاون مباشر مع جميع أجهزة الدولة بتزويدهم بالبيانات الدقيقة والمعلومات عن طريق كادر وطني متخصص لتفادي أي خطورة في التغيرات المناخية. احنا دائما نسعى إلى تطوير الأنظمة والأجهزة وكذلك الكادر الوطني المتخصص في هذا المجال، بتطوير كفاءاته وتطوير قدرته على هذا العمل بالتعاون مع الدول المحيطة وكذلك الإقليمية والعالمية للوصول إلى المعايير الدولية المطلوبة وكذلك الأهداف المرسومة في استراتيجية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. مستقبل الطقس والمناخ والماء عبر الأجيال، كان هذا عنوان اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يسلط الضوء على أهميته. يتمحور اليوم العالمي للأرصاد الجوية بتسليط الضوء على أهمية المعلومات الجوية والمناخية، وذلك للحد من مخاطر الكوارث. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.